السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم مخمرات اللي غادي يكونوا ديال 10 دقائق اللي فات اللي نزلتهم لكم. هادي جوج سيمانات، رانا غادي نحط لكم الرابط اسفل الفيديو باش ما نطولش الفيديو. هنايا انا عجنته وهنا زولت له البلاستيكه ديالو بعد ما خمر واحد الربع ساعه. هنايا غادي ننزل هاد العجينه هادي فوق المكان العمل وغادي نطلقه كله وغادي نديرو دوائر. هانتوما غادي تشوفوني هنا غادي نرشد الدقيق. هاد سمحوا لي الكاميرا كحزات. هنا غادي نفرش الدقيق. هاد المخمر هذا كيجي رائع وساهل ومفشفش وكيوجد في الحين. وغادي نحط لكم جميع الوصفات ديال المخمرات اللي بيت لي معمرين. دائما نعطيو السميد 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 يعني الفينو. بالنسبه للبنات هنا جات الحجه ديال انني نوريكم السميده اللي كنتو تسولوني عليها، ولكن هذه المره ما جبتهاش من الجامع ديال المغاربه، جبتها من واحد الحانوت اللي هنا معروف في هولندا كيقولوا له طنجر، ولكن تقدروا تلقاوها نتوما هاد نفس هاد الباكيه. انا ما لقيتش هذيك اللي كنجيب دائما من الجامع المغربي حدايا، جبت هذه انا نوريها لكم. هي هذه هانتوما. هذه هي الخنشه، فيها 5 كيلو فاين. هذا سميتو زندي زندي حلال، راه مدايرينو صافي. هذا الخنشه تلقيتها بحالها بحال الفينو اللي كنجيب، حتى هي مزيانه بثمن مناسب حتى هي. والله اعلم واش 5 اورو ولا 6 اورو، والله ما نعرف. 5 كيلو ما عرفت هنايا بشحال، هنا كثر، هنا زايده واحد 50 سنت. ماشي مشكل، انا غير حيت جاتني الصدفه تما مشيت خديت شي مسائل وصافي. هنا دابا غادي نطلق هادشي بالدلاك صافي. هنا من بعد ما طلقتو كامل نرشو السميد وغادي ناخذ دائره اللي كتكون هكذا متوسطه وغادي نبداو. كان ضروري ترشو السميد باش كتجيكم التقطيعه ما معدباش. صافي هنا من بعد ما قطعت كلشي غادي نهز الفائض ونوليو نسوسوه هكذا من السميد باش ما ترجع لكمش العجينه ثقيله اولا قاصحه. على هذا الشكل هكا ونستفوه في شي منيدل وغادي نخليه يخمر واحد 10 دقائق وغادي نبداو نطيبو فيه. غادي نكمل الكميه كلها بهذه الطريقه هذه حتى نكملهم كي قلنا ويخمروا وغادي نطيبوه وغادي ندوزو باش نعمروه. صافي هنا بعد ما شفتوا الطريقه ديال المخمر، هنايا عندنا خديت واحد الكاشير اولا مورتاديلا. هنايا الكاشير اللحم يعني الكاشير اللحم اللي كيكون مبخر ولا مصوب كيتستعمل بالساندويتشات. هنا عندي واحد جوج خزويات ولا خزويه كبيره درتها بحال الشكل ديال الشعريه، قطعتها رقيقه بزاف. عندي هنايا واحد ربع بصله ديال بصله مشلضه، عندي هنايا واحد حك صغير ديال الطون، وكذلك عندي هنايا واحد ثلاثه ديال البيضات. وإلا بغيتو تزيدوا مع هاد الحشوه هذه بالنسبه المايس او الذره كيمكن لكم ديروه، انا مع العائله ديالي ما كيبغوش الذره. هنايا غادي ناخذ هذه المايونيز. المايونيز اللي غادي تلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو، راني حضرتها لكم ونزلتها في القناه. يعني غادي ندير منها القياس. هنا البيض غادي نحكو، غادي نحكو بحالو بحال الكاشير وبحال خيزو وبحال الشلاضه البصله مشلضه. هنا غادي ناخذ كي قلنا البيض غادي نحكوه عادي. هادو مخمرات كنت نزلت لكم مخمرات بالكفته، مخمرات بالدجاج، مخمرات على جميع الانواع. انا غادي نزل لكم ونزل لكم حتى العجين ديالهم، ولكن غادي نزل لكم هاد العجين اللي سريع اللي ديال 10 دقائق اللي فايت لي قدمته لكم. مخمرات كبار حتى هو سريع،
بلا ما نتسناو حتى يخمر ونتسناو واحد 3 ساعات عاد يوجدنا داك المخمر. هذا سريع صافي. هنايا غادي ندير المايونيز نخلط بها هاد العناصر هذا، واللي بغى يدير الزيتون يديرو كحل خضر اي نوعيه اللي بغى، يعني موجود ما يدار كذلك. لا بغيتو الدجاج تسوطيوه ولا تشحروه حتى هو ديروه معاهم. هنا غادي ناخذ هاد المعلقه المايونيز وغادي ندير هنايا. هنا غادي نخلطوا هادشي كامل، هي عشوائي. غادي نسميه واحد شي شويه ديال الابزار باش يعطينا واحد النسيمه، ما بغيتوش بلاش حيت المايونيز فيها الملحه هكذا. مهم اننا نعطيو لوليداتنا شي حاجه اللي ياكلوها خضار. وكذلك غادي نحتاجو مطيشه والخص اللي غادي نديروه للمخمرات من بعد ما غادي يطيبوا لنا، بعد ما غادي تشوفوني كنطيبهم. وهاد لاصوص هادي ولا هاد الحشوه غادي نديرها في الثلاجه حتى يوجد ليا المخمر ديالي اللي غادي نطيبو من دابا كي قلنا 10 ديال الدقائق. صافي دابا الحشوه واجده عندنا. بالنسبه للمطيشه، مطيشه غادي ديروها دوائر، والخص غادي نغسله مزيان. غسلتو غادي ناخذ هذوك العريشات اللي غادي نديروهم كلهم متقادين على حسب الذره ديال المخمرات ديالنا، باش غادي نستفو الطيف ديال الخص وطريف ديال المطيشه. وإلا كان عندكم الخيار ديروه، الا ما كانش عندكم تفاداوه. وبالنسبه اللي كيبغي الحرور يدير الحرور، اللي ما عندوش مزيودات انا غادي ندير في شي وحدين شي مزيودات اللي غادي تشوفوهم كلشي قدامكم. دابا كي قلت دابا غادي نبداو نطيبو في المخمرات. هنا كنقبط المقله كندهنها كامله، هي كندهنوها ضروري، انا المخمر ضروري كندهنو. كاين اللي كيطيبلو يطيبو بلا دهن. مقله ثقيله، مقله ديال الطيفال، انا هذه كانت عندي قديمه ديال الطيفال تقالت رجعت متينه. غادي ندير فيها دابا المخمرات كاملين على هذا الشكل هكا. وغادي نجيبو شي بالا اللي غادي نبقاو نقلبو فيها في الساعه، ما نتقبوهمش. غادي نحاولوا اننا نهز بيدي هكذا ونحطها في الجنب دابا حيت الكاميرا، وندهن نفس البلاصه عاوتاني وكنقلبهم. هذه كنوريكم دابا انا هي الطريقه ديال المخمرات كيفاش كيطيبوا الصغار، راه نفس الطريقه ديال الكبار هما الصغار، ولكن الطريقه غادي تشوفوها ان شاء الله في هذاك الرابط اللي غادي نحط لكم اسفل الفيديو. ها نتوما كتشوفوهم المخمرات كيجيو شهوه منهم على هذا الشكل هكا. صافي انا من بعد ما كملت المخمرات ومازال ما كميه كاينه واحده اخرى، يلا هما هادو. ها نتوما كيفاش كيجيو، كيجيو مفشفشين يعني كان نطويهم على جوج. دابا ان شاء الله غادي نبداو نعمرو فيهم. صافي هنايا الخص هكذا غادي يجي. مطيشه قطعناها دوائر، الحشوه ديالنا هي واحده. دابا غنبداو على بركه الله. غادي ناخذ المقص وغادي نمشيو. هانتوما شفتو كي قلت لكم من الداخل كيفاش كيجيو. هنا غادي ناخذو خصيص واحد، غادي نديرو كي قلت لكم يجي قد التقاد هكا. وغادي نديرو مطيشه وحده هكذا، وغادي نديرو الحشوه. وكي قلت لكم الا كان عندكم الخيار كتقدو تزيدو، كيجي على هذا الشكل هكا ساندويتش. غادي نستمر فيهم كاملين على هذا الشكل هكا حتى غادي نصوبهم. نزيد معكم واحده اخرى الا كان الخص شويه صغير ولا هذا، كنحاولوا اننا نضغطوا عليه الداخل هكذا.
صافي انا غادي نستمر ان شاء الله حتى نكملها. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال المخمرات ديالنا، كيجيو على هذا الشكل هكا، كيجيو رائعين وكيجيو باردين، كيجيو المغرب ان شاء الله تاكلوهم بصحة انتم والسلامة. هذا هو الشكل ديالهم هكذا. صافي شكرا لكم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله نتلاقاو في وصفة جديدة بحول الله.